الحلم بالإنجاب لم يعد صعب المنال بعد إطلاق مشاريع صحية متقدمة على هذا الصعيد، وتجلى ذلك من خلال وحدة طب الخصوبة والمساعدة على الإنجاب في مستشفى الفروانية الجديد، والتي دشنها رسميا وزير الصحة دكتور أحمد العوضي، معتبرا هذا المشروع إنجازا نوعيا وتأكيدا للالتزام المستمر بتقديم خدمات رعاية صحية استثنائية في دولة الكويت. اليوم صراحة نفخر ونعتز بتدشين الوحدة الثالثة للخصوبة في وزارة الصحة، وهي تأتي بعد يعني امتداد طويل، وتعتبر الوحدة الثالثة لاستكمال والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية لأهل الكويت، ونحن ملتزمون بجودة الخدمات وأمان هذه الخدمات. وخير دليل اليوم وجودنا في مستشفى الفروانية وفي هذا الصرح وهذه الوحدة المتكاملة صراحة كمنشأة صحية وكأجهزة طبية وكوادر طبية وطنية يعملون صراحة، راح تزيد من تسريع الفحوصات ويعني عمل هذه العمليات اللي هي ذات تخصص دقيق وذو جودة عالية. يعني إن شاء الله اليوم ترى النور، وهي إضافة لمنظومة وزارة الصحة في العمل. وحدة طب الخصوبة والمساعدة على الإنجاب الجديدة تقدم الاستشارات الطبية لحالات التأخر في الإنجاب والفحوصات اللازمة لمعرفة أسباب التأخر وعلاجه بواسطة التقنيات الحديثة مثل تقنيات الحقن المجهري وتقنيات أطفال الأنابيب، فضلا عن علاج حالات عقم الرجال حسب البروتوكولات العلمية والعالمية الحديثة والمعتمدة. هنا تحديدا في غرفة العمليات الخاصة بوحدة الخصوبة والمساعدة على الإنجاب، هنا تجرى العمليات الخاصة بالمسح والحقن المجهري وسحب البويضات من خلال أجهزة متطورة وعالمية وحديثة على طريق رزق المواطنين بالذرية الصالحة من بوابة وحدة الخصوبة والمساعدة على الإنجاب في مستشفى الفروانية. سوف تساهم هذه الوحدة بتقليل الضغط على وحدات الخصوبة في مستشفيات الجهرة والولادة، وأيضا تقليل لائحة الانتظار لمن هم في قيد الانتظار لإجراء تقنية أطفال الأنابيب. هذه الوحدة تقدم خدمات طبية علاجية متكاملة ابتداء من الاستشارات الطبية لمتابعة حالات تأخر الحمل، بالإضافة إلى الخدمات العلاجية لحالات تأخر الحمل، وأيضا التدخلات الجراحية أو التدخلات الإجرائية من ضمنها التلقيح الصناعي الحقن المجهري. الوحدة الطبية الجديدة إضافة للمنظومة الصحية ونقلة طبية نوعية على طريق تحقيق حلم بعض المواطنين والمواطنات بالإنجاب. المنظومة الصحية الشاملة في وزارة الصحة تتجلى في أبهى صورة لها على طريق تطوير الخدمات الصحية الشاملة في كافة محافظات البلاد، وهذه المرة من خلال افتتاح وحدة الخصوبة والمساعدة على الإنجاب في مستشفى الفروانية، الطريق إلى تحقيق الحلم بالحصول على الذرية الصالحة. فهد التركي، قناة الأخبار.